عين العفريت دي هتوصلنا لفين؟ استنى يا درويش. استنى ايه؟ هتعملي ايه؟ حصل لي وضع ربنا، اكيد هو شايفنا وعالم بالضيقه اللي احنا فيها. ما تحطيش دقتك على دقتي، انا ربنا سمعني من زمان بس الظاهر انه مش ناوي يسامحني. ليه بتقول كده يا درويش؟ ده ربنا حنين قوي وفرجه بيجي على الكل. الا انا كل مادة بتضيق عليا. كنت فاكر زمان انه بيخلص مني زمان في دنيتي، يعني ما تصورتش ان ذنبي هيبقى كبير قوي بالشكل ده. غلطت، انا عارف اني غلطت. اجرمت؟ اجرمت. كنت فرحان بشبابي وفتحت صدري للغلط. كنت عاوز اجيب قرش بايدي، كان كل خطوة بخطيها كانت رجليا بتغرز اكتر، وكل ما استقوى اغرز اكتر واتعك اكتر واكتر، لحد ما في يوم وليلة لقيت نفسي مشلول. لما زهير ضرب نار على فرض الامن انا اتسمرت، قلت ده مش في الخطة. ولما اندار ناحية دسوقي وقتله قلت ده طمع، لكن ما كنتش اتصور ابدا انه يدور ناحيتي ويضرب عليا نار. فقت في المستشفى بعديها باسبوعين، لقيت ايديا متكلمشه بالحديد والسلاح عليه بصماتي. حاولت افهمهم ان اللي عمل ده زهير، ردوا عليا وقالوا لي مفيش حد اسمه زهير. خدت المؤبد وطلعت على السجن، ورضيت اني اتحاسب على اللي ما عملتوش. يمكن يكون كفارة على اللي عملته. في السجن زهير بعت لي حد علشان يقتلني، ولما فلتت منه جت الرسالة واضحة. طول ما انت في السجن يا فضل يا غول، زهير هيبعت اللي يخلص عليك. طب ليه؟ ما هو خد كل حاجة واتبخر، وانا اللي لبست القضية لوحدي. عايز يقتلني ليه؟ عايز يقتلني ليه؟ ده السؤال اللي مش لاقي له إجابة لغاية دلوقتي. امال درويش ده مين؟ معرفوش ولا عمري شفته، بس موته في السجن بقى كان نجدتي. جاتلي فكرة بنت شياطين، أبدل ورقي بورقه. بقى اللي مات في السجن هو فضل الغول، واللي هربان درويش، واللي ادى الفكرة بقى دي طولة العمر إن المأمور ما كشفهاش عشان خاف إنه يتحاسب عليها. ودرويش اللي مات ده يعني ما ملوش أهل يسألوا عليه؟ لا ليه أهل، بس فاكرين إنه هربان. وإنت إزاي؟ إزاي كنت قادر تعيش باسم واحد ميت وأهله فاكرين إنه عايش؟ إزاي؟ مين قالك إني كنت عايش؟ أنا عشت 20 سنة زي الوطاويط، الضلمة عيشي والنور عدوي. الحاجة الوحيدة بس اللي هداني ليها ضميري إني أسأل عن أهل الميت اللي هداني اسمه. وجالك قلق؟ هي مرة واحدة ما كررتهاش، ست غلبانة كده. عيل عندي يجي 7 8 سنين، ودي ليهم بقى من حوالة بعتها لهم كل شهر باللي فيه القسمة، يوصله لهم حد يبلغهم ان المبلغ ده من طرف درويش. طيب انت بتحكي لي كل ده ليه دلوقتي؟ يمكن عشان مش قادر
هشيل ذنبي اكتر من كده. لا عارف امشي بيه ولا قادر انزله. اعملي اللي اتفقنا عليه، وبكره ان شاء الله هبقى اتصل بيكي.